بتقول ان المسيح قال ان هو ما خلقش. انا كنت داخل اسال حضرتك سؤال واحد ولفينا كله. ما تدلسش على الكتاب المقدس، الله يكرمك الله يكرمك، ما تدلسش على الكتاب المقدس. انا اديتك فرصتك وهديت وجاوب زي ما انت عاوز، وقلت لي ان المسيح قال ان هو مش الخالق، ما حصلش، ده افتكاسة. ازيك يا فندم؟ عملت لي بلوك في الحساب الاول، بطلع لك بالحساب الثاني. الان بسوره النساء، اذا انت مؤمن في القران الكريم، قال سوره النساء 171: يا ايها الذي يا اهل الكتاب لا تغلوا في الدين في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه القاها الى مريم وروح منه، فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه. تخيل القران بيقول لك ولا تقولوا ثلاثه. عاملين دور بنات عشان تطلعوا. هتنصروا دينكم بان انتوا تعملوا بنفسكم بنات. يا ربنا يا ربنا، ضحك السنين. عامل نفسك بنت؟ عامل نفسك بنت؟ يا جماعة غادة ده طلع بنت، عامل ولد. منظرك وحش أوي، حرفيا منظرك وحش. تخيلوا تخيلوا طالع طالع عامل بنت، مش مكسوف. سلام مسيح يا راجل. محمد اهلا، محمد سماجة. انت شفتوا يا جماعة، انتوا شفتوا بنفسكم اكونت غادة ده طلع. الو، السلام عليكم. سلام اخ محمد. بص يا اخ محمد، انا بتعامل باحترام نعم. وادب مع الناس، وهدفي الاحترام والادب في النقاشات. فحضرتك من النوعيه دي تشرفنا، حضرتك من نوعيه الناس اللي هي حاول تدلس على الكتاب المقدس والاديان، بعتذر. لا 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 لا، انا بتعامل اتفضل، باحترام مع المسيحيين وكل حاجة، وعندي خد ناس دماغك من فوق. اتفضل مسايحة بكلمهم عادي في التليفون. تحياتي ليك، معاك محمد من اسكندرية. ماشي، اهلا بيك. سؤال واحد بس. اهلا بك يا فندم. يعني ايه الحياة الأبدية؟ انا عايز اعرف بس معلومات، يعني ايه الحياة الأبدية؟ ايه الحياة الأبدية؟ احنا وجودنا في العالم هنا ده كله، ايه الهدف يعني مناقشتنا أصلا كمناقشات أديان، ايه الهدف منها؟ الهدف منها، بس استأذنك بصوت عالي بعد إذنك. قالوا الهدف منها، بقول لك ايه الهدف من وجودنا في الحياة؟ ايه أسمى هدف؟ هدف اللي احنا نشتغله في الحياة ونعمله كل حاجة ونجهده كل حاجة، والدين طبعا نصلي ونعبد ربنا. بس وماذا بعد؟ ماذا بعد ايه؟ وماذا بعد ان احنا نعرف ربنا على الارض؟ وماذا بعد الاكل والشرب وممارسة الجنس في الحلال في الجواز يعني، وتحقيق اهدافنا في بعد الحياة كده الارض هموت، بعد يعني، كده هموت، ماذا بعد كل هذا؟ بعد كده هموت، ايوه، هنموت بعد كده، هيحصل ايه؟ هنتحاسب، هنخش الجنة أو النار. هنتحاسب والله. بالظبط، هي دي بقى معرفتنا لله الحقيقي. الله الحقيقي بصورته الحقيقية، بحقيقته، مش الحقائق المزيفة، مش معارف غلط عن الله. عشان كده بقول لحضرتك
بقول لكل الناس هدفي مش هدفي ان احنا بنطلع نتنطط على بعضينا ولا حد يتنكر قدامي ويعمل بنت عشان يحاول يخش عندي في الجسد زي اللي عمل ده. ايوه لا، ايوه لسه شايف فعلا الهدف شويه. الهدف ان احنا في حياة أبدية، يعني هنروح الملكوت اللي هو الجنة بس مختلف منظور، يا إما هنروح النار بعد الشر علينا. فعشان المسيح هو في ذاته الحياة، فقال إن معرفة الثالوث يعني معرفة الله الحقيقي هي دي الحياة الأبدية، لأن أنا طال بيا العمر أسير أنا هموت، وحضرتك هتموت دي بعد طولة العمر، ربنا يديك طولة العمر، وكل الناس اللي موجودة ما عدا الناس المدلسة اللي بتحاول تأفلم. بعديها حضرتك لما يجي الله يقول لك يستلم وداعته، إن الروح تخرج من الجسد، هيبقى فيه حساب، يا رايح ايوه الجنة بإذن الله، يا إما بعد الشر علينا كلنا على النار. هي دي بقى الحياة الأبدية، لما نعرف الله هنعرف هنروح له إزاي. عشان كده المسيح بيقول في معرفته، معرفة الثالوث المقدس الله الواحد، هو الواحد اللي فيه خلاص، ومفيش حد من غير المسيح هيعرف يوصل انه يبقى في الحياة الأبدية في الجنة. ده المقصود بالآية صراحة، بدون تزويق، بدون تزويق. لا انا فهمتها في دماغي كده، الحياه الابديه ان احنا ايه يعني، انتوا الحياه الابديه يعني عايشين على طول مدى الحياه، انا فهمتها كده. ما احنا كلنا هنعيش مدى الحياة، سلام ونعم كريستيان براد. احنا هنعيش مدى الحياة، بس مدى الحياة الحياة الأبدية في المسيح فقط، وفي معرفة الله الحقيقي، مش معارف عن الله مفاهيم غلط. ولأن الله مدينا وصايا جوه الإنجيل وبما فيها القرآن، أكد في سورة المائدة 43 والمائدة 48، كان على إيمان حضرتك كمسلم بيقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. النص هنا القرآني موجه لمين؟ موجه للإنسان، موجه لرسول الإسلام شخصيا مش لأي إنسان لرسول وبس. الإسلام. أيوه، بالظبط. وسورة المائدة 48 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وأتيناه الإنجيل هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون. والكتاب المقدس راوي الحقائق الإيمانية عن الله بالتفصيل، والكتاب المقدس كمان المسيح حذرنا من أي نبي جاي بعديه، فهو ده الإيمان المسلم من الله منذ آدم وإلى انقضاء الدهر، وما حصلش فيه أي شيء بنص قرآني. فهمت. في سؤال تاني، بس في سؤال تاني وانتهي معاك. تمام. عناية لحضرتك، عناية لحضرتك. ليه بتقولوا كلمة صدقني مثلا، مش بتحلفوا؟ ليه في الدين عندكم ليه صدقني بنقول صدقني؟ حاضر. مش بتحلفوا والله لأن زينا؟ المسيح وصانا، أجيب لك الشاهد، أنا حافظ الآية لكن مش حافظ الشاهد، أجيب لحضرتك الشاهد يعني مكان الآية بالظبط. ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. أنا كنت أتمنى يا جماعة، ضيف محترم شخصية كويسة، بس أنا كان نفسي حد يكون مسجل سكرين شوت للفيديو بتاع الشخص اللي كان عامل ان هو بنت غادة. بص يا اخونا محمد، تفضل. متى 5 37 المسيح قال لنا وصانا، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. بمعنى ايه؟ ان الواحد لو استحلف ده غلط، لان احنا مفيش في ايدينا ان احنا نمسك ونضمن الحياة بايدينا، احنا بنعمل اللي علينا قدر الامكان، لكن ضابط الكل هو الله. وعشان كده بيقول صدقني، لا بنحلف ولا بنحاول نستحلف. يمكن الحلفان الوحيد اللي احنا بنقوله لو مسيحي دخل في قضية كشاهد، دي الحالة الوحيدة.
الحالة الوحيدة اللي المسيحي يقول والله العظيم أقول الحق أو الكلام ده، لأن كلمة الله نفسها كمان غير النقطة دي، الله قال لنا جملة مفيدة، قال لنا لا تذكر اسم إلهك باطلا، يعني بمعنى أقذر حاجة توجه لله غير الخطايا كمان هي إن إحنا نذكر الله في سب أو في تريقة. عشان كده بقول رجاء من الجميع، أي واحد بيتكلم في الأديان ما تحطش كلمة الله، الله بالألف لام لام هيه، في وسط سب خالص، ولا في وسط مقارنة، ولا في وسط تريقة. أكيد طبعا. وابعد عن الكلمات اللي توصف الله، لأن الله مش كلام، مش شخص زينا نلعب مع بعضينا نتريق على بعض، حاشا. ما دون من ضمن الأساسيات في الإيمان المسيحي، ما ينفعش يعني لا حلفان ولا تريقة نذكر فيها الله. نبعد الله عن أي حاجة، أي حاجة نقولها أي نهزر حاجة منها أي فيها حاجة، شبهة استهزاء، بس بعيد عن الله. بالظبط، بعيد عن الله، أي شبهة استهزاء على الله ما ينفعش. تمام، شكرا لك اتفضل، معاك أسئلة تانية، اتفضل. وتحياتي ليك، شكرا لك وتحياتي ليك، ايش والأسئلة اللي أنت اللي عارفها جميلة، وعارف كل حاجة عن أديان ودرس الدنيا كلها، الله أكبر عليك، يعني تحياتي ليك، ليش؟ كل الله سنة وأنت يخليك. بص طيب، بقى ثانية واحدة، وانت طيب يا اتفضل. غالي، لو عايز يعني معرفة أكتر هتلاقي قناة اليوتيوب اللي دوسوا عليها اشتراك، تقدر تشوف فيها حاجات أكتر وتسهل عليك فهم الموضوع، لأن الموضوع أخطر من مجرد نقاشات دينية. اسمها ايه؟ أنا دكتور أوجستين بنفس الاسم ده، أهو دي تمام، آر نقطة أي يو جي، اللي هي موجودة في الوصف أو علامة اليوتيوب اللي اللي هي تحت موجودة، الصورة. ايوه، اللي هي التيك توك، مكتوب الاسم بتاع التيك توك. اه تمام، شكرا بالظبط، جزيلا، اهلا بك، شكرا، وانت حياتي ليك، شكرا. ايش يا غادة. غادة مين يا عم؟ غادة عايزة تطلع تاني يا جماعة، عيب 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 قوي، عيب قوي عيب قوي عيب قوي ان انتم معتمدين على شخصية، على ان هي تحط تطلع باكونتات بنات وهم اولاد، عيب جدا يعني، ولا متعودين على الكذب؟ مساء الخير ارجل من جدا. اللي جابوك، انا مش طالع. ثانية واحدة ثانية واحدة يا كرولوس، على الاقل انا مش طالع نسوان زيك، طالع عامل فيها اكونت نسوان، وما بتفهموش في الدين ولا في العربي ولا عندكم علم عبري ولا يوناني قديم ولا اي حاجة، مدلسين بس مش اكتر. انا نفسي اشوف اللي علمكم الدين، هعلمه الادب حرفيا. اتفضل يا كرولوس. مساء الخير يا دكتور لوكس. مساء النور يا كرولوس، تعيش، الله يخليك هو دلوقتي مش يا جماعة. احنا حفظنا الشخص ده، اللي عارف الشخص ده بقى اسمه غادة، اللي هو اللي احنا شفناه طلع على البث، فاكرين اسمه؟ انتوا اكيد عارفين اسمه الحقيقي، بس ما تقولوش دلوقتي يا كرولوس لو سمحتوا. ده لا مش كده بعد عارف كده لما تشوفوه في اي بث قولوا له يا غادة، هتقولوا له ايه؟ يا غادة، مش ماشي؟ عارفه مين هو اللي هو، عمل نفسه كده مش احنا. ما علينا اتفضل منه. يا كرولوس. هو دلوقتي موسى النبي والأنبياء زمان كان مسيحيين ولا كانوا يهوديين بس تبع ربنا؟ حلو حلو، سؤال جميل. بص يا حبيبي، ببساطة جدا ببساطة جدا، احنا نؤمن كمسيحيين بحاجة اسمها الدين السماوي، اللي هو اليهودية والمسيحية، وقال عنها القديس أغسطينوس إن العهد القديم معلن في العهد الجديد، والعهد الجديد مستتر في العهد القديم. هو ده الدين اللي احنا وصلنا من الله. قال في العهد القديم كانوا عايشين على رجاء صلب المسيح وقيامته، واللي في العهد الجديد جم بعد صلب المسيح وقيامته. فموسى ولا غيره ولا اليهود اللي كانوا عايشين قبل المسيح عايشين على نفس الرجاء ونفس الإيمان، اتسموا يهود اتسموا مسيحيين، مش دي الفكرة.
المشكلة اللي حضرتك تقصدها في الناس لا اللي انت جه المسيح و اصلي هم بقول لك كانوا مسلمين، ما كانوش يعني يهود ولا كانوا